تواجدوا الشريف دابا؟ حنا سيدي كنتواجدوا في قرية بولا نوار. نعم. مدينة خريبكة. كنتواجدوا في دوار نيميرو 2. نعم. الدوار اللي تعرض البارح للأمطار غزيرة كنسموها حنا الرعدة. وأدت إلى فيضان مهول وغرق الساكنة هنا في الدوار هذا كما كتشوفوا. وضررنا بزاف. سميت هذا الدوار؟ هذا الدوار نيميرو 2. دوار نيميرو 2. دوار نيميرو 2. إذا تابع البريمتر ديال الجامعة القروية لبولا نوار. تابع البريمتر ديال بولا نوار. نعم. وسيدي دابا أنتم نظمتوا واحد نظمتوا مسيرة إلى العمالة. أيه. ياك. نعم. بغيناك تعطينا أول الأسباب ديال هذه المسيرة. شنو هي علاش شنو هي المشاكل اللي عندكم؟ وتوضح لنا فين وصلتوا في هذه المسيرة واش. احنا نظمنا مسيرة مع الصباح وصلنا حتى لمدينة خريبكة. لكن تعرضوا لنا قوات الامن ما خلوناش نكملوا ولا نمشيو للعماله. حنايا المطالب ديالنا شنو هي؟ المطالب ديالنا بغينا غير البقاعي ديالنا. ما باغيين حتى شي حاجه اخرى. باغيين غير البقاعي ديالنا اللي كانوا في سميتنا وما شديناهمش. خرجوا لينا وما شديناهمش. نعم. ما عرفناهم فين مشاو. دابا بلا تسمح لي البقاع فين كاينه الارض؟ البقاع الارضيه كانوا عطاو الاول في الدخل ديال بولا نوار. اييه. ودابا سيدي قال لك ما لقاوش الارض باش يعطيو لهاد الناس اللي بقاو هنا. هذا هو المشكل اللي كيطيحوا علينا ديما. تبوك ما كايناش الارض. ما كايناش الارض. ولكن انت تقول بقعه اذا غادا تكون في عين الماء يعني خاصها تكون في عين الماء. كانوا قالك ماشي في عين الماء كان غادي يعطونا شي بلاصه اخرى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ساكنه خويا احنا ساكنه خريبكه قريه عبد الانوار دوار نمر جوج. البارح اسيدي جمعنا الماء. ماشي غير هذا سيدي والحشد عام العام هذا شحال من عام و تيجمع لنا الماء. كنسكتوا كنصبروا شحال في حنا. البارح طاحت واحد المراه راح علينا دابا في مستشفى الحسن الثاني بخريبكه. نعم. طايحه مهرسه من رجلها. نعم. علاش؟ رات فيها حشه وداك الدوار مهمش وهاد الناس ما عرفناهمش علاش. كل مره كيواعدونا الوعود كاذبه. رئيس الجماعه اللي هو محمد جليل. نعم. هذا محمد جليل داير الاهاره لهاد الناس ساكنين في البلوار. نعم. نعم. ما كيدير حتى حاجه. جات معكم مهمشنا. جات معكم السلطه. السلطه هاد كتشوف. السلطه حادرين السيمي. جابوا لنا السيمي دابا. حاصرين النقص. ما خلوناش وصلوا للعماله. لدرجة أنه سيد العامل البارح دخل وجعلنا العمالة وجعلنا البلوار باش تطالبوا دابا اصلاحات ولا يعطيونا شي حاجه يعني. نعم. شكرا. واش باغي تضيف شي حاجه؟ باغي نطلب من السلطات المحليه يعني يشوفوا من حالنا اما يعطيونا بقعه فين نبني واما يشوفوا لنا شي حل. شوفوا لكم شي حل. ضروري خاصنا الحل. وليداتنا والله الا تيبكيو. نشدك انا لياك؟ ماشي مشكل. هاد البنيه والله الا بغيتي كتبكي البال فيها سخانه على قبل هذاك الشيء اللي كتصورتي الخلعه. وشيتي كوب من هنا شيتي كوب من هنا. نعم. وتهزينا كاع من الباب من هنا كيدخل. فين تنتواجدوا حنا دابا؟ انا الرقم نيميرو 2 بول نوار. بول نوار. دوار نيميرو 2. نعم. بول نوار هذا شو الحاله اللي دابا انت صاحب فران دابا حنا فين تواجدين؟ الظاهري هذا الظاهري ميلودي. هذا فران ياك؟ فران. شنو وقع الشريف؟ الماء اللي جانا البارح الفيضان زيد وريني وريني. هذا شنو؟ القمح شنو وقع ليه؟ شوف الفراش ديال الدار هذا هو خارج. هذاك القمح ياك ليه؟ هذا القمح راه تشوف شنو اللي واقع ليه؟ ها انت تشوف الخيش الاخر فينا راه قمح فينا خاسر لينا ها انت تشوف شنو دابا ما خدمتوش اليوم؟ لا والو ما خدامينش ما خدمتوش بسبب هذا الفيضان. هذا شنو قمح هذا؟ كان لابيسين هنايا كان لابيسين. نعم. وهذا الماء منين جا؟ جا من الفيضان جا البحر من قدامنا جا من الباب من دخلنا من الباب ها انت تشوف احنا سدينا على بالمان فراشنا كلشي خارج ها دونك الماء اللي جا من الفوق تيدخل عليكم هنا دخل واش هذه اول مره حيت انت انا شحال هذا هنا ما عمر وقع لنا بحال يامس اليوم دابا جات شي جات هذيك الرعده خايبه البارح هذا راه البحر جا راه من اللي جا نعم جانا من اللي الماء نعم راه دارنا شنو هو دابا الرساله اللي بغيت توجه للمسؤولين؟ والمسؤولين حنا رحنا في خطر ما بقيناش حنا السكان حنا بعدا راه بغيتين خارجين برا ما بغيتينش في الدار. نعم. تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.